يا أكيلة، سمكة مشوية على طريقة أمي مع شوية تعديلات مني. شوف الطريقة: نص ضمة بقدونس مفرومة ناعم، حبتين بندورة، حبة فليفلة حمراء، حبة فليفلة خضراء، قرن فلفل حار، 5 سنان ثوم، معلقتين كزبرة مفرومين، كزبرة ناشفة، كمون، عصير ليمون، أويستر صوص، وكثير زيت زيتون. تقريبا رح نحتاج كوب زيت زيتون. بنحط الخلطة على جنب ومتبل السمكة. عندي سمكة سيباس، جبتها سمكة فريش ونظفوا لي بطريقة رهيبة. رح أرش عليها كمون، شوية كزبرة ناشفة، زيت زيتون، وعمل لها مساج خفيف. بنخلط كل الخضار سوا وبنحشي السمكة. باقي الخضار بحطها حوالين السمكة. بنملح، وبالآخر رشة فلفل أسود قصدير، ومدخلها بالفرن على حرارة 180 تقريبا 40 دقيقة. اسمع الصوت. يوي كمان طلع 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 طلع. وهيك سمكتنا بتكون جاهزة. جربوها وبس والله.